أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. مشهدان تصدرا الصحف الصادرة اليوم: الانقسام الداخلي حول انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت، استنفار الحكم لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة في الجنوب، وبين هذين المشهدين ظلت أزمة تأليف الحكومة في الواجهة. هذه العناوين وغيرها سنتابعها اليوم مباشرة على الهواء مع الكاتب الصحفي في جريدة النهار الأستاذ محمد نمر. أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. شكرا لك، سعد صباحك. قبل الدخول بكل هالتفاصيل اليوم، وحضرتك صحافي بجريدة النهار، رح نحكي عن موضوع الصحافة يلي صحف عريقة واحدة تلو الأخرى عم بيوقفوا ويتجهون إلى الجانب الرقمي. طبعا في أزمة في هذا الموضوع، ولكن اليوم أيضا صحيفة المستقبل صدر بيان جريدة المستقبل إلى منصة رقمية، وبالتالي شو بتقول؟ يعني اللي بقول فيه، أنا ما بعرف ليش الناس زعلانة على هذا الموضوع. بنزعل على اللي محبي الورق طبعا، ولكن هذا المسار الطبيعي اللي عم تمشي فيه جريدة مثل جريدة المستقبل، اللي هي عاصرت فترة كتير مهمة بالفترات الأخيرة، خصوصا ثورة الاستقلال و2005 وما قبلها. اليوم الواقع الطبيعي للصحافي هو الانتقال من الجريدة الورقية إلى الجريدة إلى الصحيفة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني، وهذا شيء جيد. بالعكس، هي في طور الحداثة والتطور، وهذا أمر جيد. هو التساؤلات، لأنه مش موضوع التحول إلى الجانب الرقمي مثل ما بيصير بكل دول العالم، ولكن لأنه في أزمات تتتالى على الصحف الورقية، وبالتالي ما عندهم حل، مش أنه يقفلوا نهائي، عم بروحوا على الجانب الرقمي. ولكن بس السبب هذا جزء من السبب، أنه نحن الواقع أساسا بالمنطقة وتحديدا في لبنان، هناك واقع إعلامي مؤسف، وتحديدا واقع اقتصادي مؤسف في لبنان، عم يرمي بثقله على المؤسسات الإعلامية. ولكن المسار الطبيعي، سواء كان وضع اقتصادي جيد أو لا، اليوم إذا بقى نرجع لعدد الناس اللي عم تشتري الصحف الورقية وتقراها، هو متراجع. أجل اليوم أنا بحط مصاري بشي، بطل زبون عم يشتري، فأنا بدي أروح على الموقع الإلكتروني. هو غالبية الصحف بين الورق وبين الجانب الرقمي، يعني يعملوا مع بعض، وبالآخر بيوصلوا لمحل كله بده بالنهاية يتجه على الصحافة الإلكترونية. مهم الرسالة تكفي على كده. نعم، رح نفوت نحن وياك بالمواضيع الداخلية الشائكة، وما أكثرها من موضوع ما يجري على الحدود في الجنوب، يلي استدعى امبارح اجتماع بقصر بعبدا مجلس أعلى للدفاع. ولكن الموضوع الداهم أيضا موضوع القمة العربية الاقتصادية بعشرين الشهر، بعد عنا يعني أسبوع مبدئيا. النهار عنوانات: عواصف الداخل والحدود تسابق قمة بيروت. قبل فترة ما كان هذا الضجة حول انعقاد القمة، بالعكس كان هناك ترحيب، ولكن اليوم بدأت الأصوات ترتفع بموضوع حتى تأجيل هذه القمة. بداية بموضوع، اسمح لي كلمة عواصف بالبداية بتذكرنا بموضوع الطقس اللي خلصنا منه، هلا جايين وحدة تانية كمان وبلشين من جديد. فاسمح لي بهالمطرح، أنه امبارح لاحظت هيك مشهدين معاكسين لبعض. مشهد اللي عم نشوفه هو القوى الأمنية اللبنانية اللي عم بتقوم بواجبات جدا كبيرة بموضوع العواصف بقيادة اللواء عماد عثمان. ومشهد تاني عم نشوف من يحاول استهداف هيبة الدولة وصورة الدولة عبر الوزير السابق وئام وهاب بمحاولاته عبر تويتر استهداف اللواء عثمان. ولكن هذا على خلفية ما جرى على كل حال. صحيح، ولكن هون لابد من تحديد موقف معين. من المعيب اليوم ولا يجوز استهداف هيبة الدولة والسكوت عن هذا الأمر. عيب اليوم على شخصية أنه نحن جي نستهدف شخصية مثل اللواء عماد عثمان. إذا اليوم بس بدي أكد بموضوع المعطيات، تابعت أنا تصريح للواء عند المطران عودي، وتحدث أنه هناك معطيات عند القضاء وسيكشفها. نحن منأكد، أنا عندي معلومات واتصالات أكيدة أنه هناك بالفعل معطيات لدى القضاء اللبناني لن تكون لمصلحة وئام وهاب. فبنتمنى عدم العودة إلى بس الفتنة من جديد، البلد لا يحتمل. وبموضوع القوى الأمنية، ما بعرف إذا بتعطيني هيك ثواني فقط أعطي بعض الأرقام الصغيرة بموضوع العاصفة. القوى الأمنية أنقذت 63 شخص حوصروا بالتلج خلال 4 أيام، 187 شخص حوصروا ببرك المياه، 268 تم سحب 268 سيارة خلال 4 أيام علقوا بالثلج، 308 سيارات علقوا بالماء. إذا بدنا نجي حتى نروح على تقارير ومعطيات طلعت عليها على
ما قامت به قوى أمن الداخلي من العام 2015 للعام 2018 سواء بموضوع الجنايات أو موضوع السلب والنشل أو بموضوع الإرهاب وغيره، من المعيب اليوم استهداف مؤسسة أمنية مثل هيدي وشخص هو انتقل من شعبة المعلومات إلى قوى أمن الداخلي وساهم بوقف شبكات الإرهاب، وحتى بمتفجرة مجد العنجر اللي تحدث التقارير عن علاقة لوهاب فيها. فيعني مشهدين مؤسفين هيدي تحديدا على كلمة عواصف بالنسبة للقمة. قبل ما نفوت موضوع القمة، بما انه فتحت الموضوع انا كنت بدنا نحكي فيه في هذا الإطار عمل القوى الأمنية بعد موضوع العاصفة بالقسم ما قبل الأخير، لأنه بدنا نشوف الاجتماع الوزاري والإداري في هذا الإطار، ولكن هذا تاريخ من الإنجازات لقوى الأمن الداخلي. ولكن اليوم إذا البلد كله في هذه الحالة اللي مش راكب مظبوط، دور قوى الأمنية مع الجيش مع دفاع مدني مع صليب أحمر، هذه المنظومة ككل يلي اشتغلت على الأرض لمساعدة الناس يلي في جزء عليهم حق، يعني كمان ما فينا نواجه مثل ما قال القاضي محمد مكاوي باجتماع الأخير لهيئة إدارة الكوارث، ما تروحوا تواجهوا العاصفة وتقولوا لقوى الأمنية تعوا شيلونا. لا أكيد، بنفس الوقت اليوم ما فينا كمان نضرب هيبة الدولة وما فينا نجي نستهدف مؤسسة أمنية مثل هيدي، هذا عيب. يعني اليوم انت لما تجي عم تبحث عن دولة وعن قانون، وقال اللواء عثمان عند المطران عودي انا هناك دولة قانون وانا ايضا مواطن، يعني انا اخضع للقانون ايضا، هو شخص ينفذ القانون. نعم. مش فاتح على حسابه مثل اشخاص حاطين ميليشيات او حاطين اسلحة وبدهم يهددوا هيبة الدولة ويستغلوا الفترة الحالية لبس الفتنة. عيب، كفى يعني. نعم. لابد من وضع الحد لهذا الموضوع. استهداف جهاز أمني على خلفية سياسية، الجهاز الأمني هو عم يعطي، وهذا الذي يعني الجهاز الأمني وغير من الأجهزة هن عم يشتغلوا على الأرض حاليا، وهذا الرد أساسا بهذا اللي عم بيصير بالعواصف والعمل اللي عم بتقوم فيه جبار القوى الأمنية وتحديدا مؤسسة قوى أمن الداخلي لكل اللبنانيين من كل المناطق اللبنانية، هو الرد على هاي كل محاولات استهداف هيبة الدولة. بدنا نوجه تحية لقوى الأمن، تحية كتير كبيرة طبعا لكل العاملين على الأرض على كل حال، لأنه على كل حال بعد في شتاء مع أنه هاي العاصفة عادية يعني قوية، ولكن كل عمرها تتلج وتشتي وصير في فيضانات. شو صاير بلدنا؟ مش مهيئ للفيضانات ولا هالعواصف للأسف. من 50 سنة كان مهيئ، ما كان يصير اللي عم بصير هلأ. أنا بعتقد المرحلة اللي دخل فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو أعاد كل البنى التحتية لتكون جاهزة وانتركت بلا صيانة، ولكن بعد فترة صار في تدخل، يعني بعد ما دخل حزب الله إلى السياسة ودخلت مرافق الفساد كلياتها تغير كل هذا الموضوع للأسف، سواء بنية تحتية أو غيرها، يعني المرحلة تغيرت كليا من بعد 2005 وصولا لليوم. إن شاء الله خير هلا بالمرحلة الجاية لنشوف. نتمنى. بالعودة لموضوع القمة العربية التنموية، أرماء حمصي بكاريكاتير النهار رسم وجه الرئيس بري مثل عاصفة، كله عواصف اليوم عم بتهب على سارية علم القمة الإنمائية العربية وبتخزق هذا العلم. الموضوع اليوم يلي كان في كلام إنه أولاً دعوة سوريا، طلع كلام جملة كبيرة إنه لا قمة من دون دعوة سوريا. لبنان أكد موضوع يعني الجامعة العربية من تدعي سوريا، إلى جانب دعوة ليبيا اللي أثارت الموضوع أكثر، كان في رفض لها الموضوع. بموضوع القمة الاقتصادية تحديدا، يعني بموقف الرئيس بري هو موقف استغرب لفترة بعدين كشفت خبايا. من تقريبا 6 أيام بيطل الرئيس بري وبيقول أنه كل الأمور اللوجستية ماضية بموضوع القمة الاقتصادية، وإذ بعد 2 أو 3 أيام بنسمع بانه بقرار او مش بقرار عفوا بدعوه للتاجيل القمه الاقتصاديه. اولا حسب المعلومات حتى اليوم القمه الاقتصاديه منعقده بالوقت اللي هي كانت موضوعه فيه. نعم. هناك 7 رؤساء جايين بزياره الى هذا البلد الى بيروت، سواء دعا الى التاجيل او لم يتم الدعوه الى التاجيل، ولكن السؤال ليه صار فيها الخلاف بين الرئاسه الاولى والرئاسة الثانية؟ منسحب من عملية المواقف والسياسة والحكومة، مش بس المواقف، ولكن في موضوع يرتبط من دون منفخوض بتفاصيله، يرتبط بقضية هنبع القذافي والوزير الجريساتي ارسال الملف الى التفتيش القضائي من بعد ما امضى الحكم اكثر من 3 سنين، ففي حال كان محاكم فعلا بالتكتم على امور سرية فهو تجاوز مرحلة 3 سنين وصار 4 سنين،
وهو يعني لم يعد ما في عليه أي شيء. هذا عنصر من العناصر. هذا عنصر. بس في كتير عناصر. العنصر الآخر اليوم ليش بده يجي يعطي موضوع سوريا الرئيس بري؟ الرئيس بري بطبيعة الحال اليوم في عنده خلاف وعنده جفا كان بفترة طويلة مع سوريا. منشوف زيارته إلى سوريا إذا منجم نحصيهم يمكن خلال 2011 ل 2018 ولا زيارة. مش بالضرورة الزيارات بتقرر. هو يحتاج إلى تقديم هذه الكروت ربما إلى النظام السوري. وأيضا دمشق هي كانت من المطالبين بأنه يخرج هانيبال القذافي، فهو بالوقت اللي عم بيحاول يحافظ على الموضوع. موضوع ليبيا. موضوع ليبيا. ليبيا. هون السؤال أنه بالعام 2002 وصل وفد وشارك بالقمة العربية لبيروت برئاسة وفد هو من نظام القذافي. أوكي. يعني وكان موجود. اليوم نحن في عنا جهة بليبيا ما فينا نقول أن مسؤولي. طبعا نحن مع قضية الإمام موسى الصدر وهي محقة. أكيد. والبحث عنها لا يقتصر على فئة معينة من اللبنانيين، بل كل اللبنانيين مع هذا الموضوع. ولكن اليوم ما فينا نجي نقول فوتنا بال2002 نظام القذافي ونجي بدنا نمنع اليوم ليبيا من الدخول. بعدين في مفارقة جدا مهمة، أنه اليوم هناك دعوة لعدم لحضور عفوا سوريا بالقمة العربية القمة الاقتصادية، بالوقت عدم دعوة ليبيا. شو سبب ليبيا؟ هو موضوع قضية الإمام موسى الصدر بسوريا. بسوريا نحن في عنا 55 شهيد بطرابلس لبنانيين، بالقضاء اللبناني أقر أنه هن سوريين، استخبارات مخابرات سورية نفذت الموضوع. هناك ميشيل سماحة حامل المتفجرات المتنقلة، ألا يستدعى أيضا من الرئيس بري موقف هدول ما عندهم قيمة أيضا؟ هدول مش دماء اللبنانيين، ما طلع حقهم بعد 100%؟ هو الكلام اليوم مع اعلان الامارات فتح السفاره وفي توجه لعدد من الدول العربيه بالعوده الى سوريا، في ضوء يعني كان في جو انه سريعا تعود الامور، وبالتالي لماذا لا تشارك سوريا اللي هي جاره وهي موضوع اقتصادي، موضوع اعمار سوريا سيبحث بالقمه الاقتصاديه. موضوع العوده العربيه اذا هيك بده قراءه متانيه لانه جدا حساس. نعم. بهذا الموضوع اولا علينا ان نلاحظ انه كيف صار المسار لعاده سفاره الامارات او غيرها، ربما يعني موضوع البحرين وحتى موقف الكويت، وهناك حديث انه باقي الدول العربيه ستعود. ولكن نحن بدنا نبلش من انسحاب الامريكي من سوريا، عوده الضربات الاسرائيليه. أيوة. الى ايران، تحرك من جديد جبهه النصره بادلب للسيطره اكثر واكثر، عندنا موضوع انتهاكات في اليمن، اليمن رجع عاد انتهاكات لاتفاق ستوكهولم اللي هو بيخطط لمرحلة سياسية جديدة بالمنطقة، كل هيدا بخلينا نحن نشوف شو عم بيعملوا العرب. ولكن الأهم من هيدا موقف وزير الخارجية المصري. اليوم في ناس عم تزعم وتدعي أن العودة العربية إلى سوريا هي انتصار للنظام السوري، وهون أنا بقول بشكل واضح من يراهن على هذا الأمر هو مخطئ. لا استقرار في سوريا ولا مستقبل لها بوجود بشار الأسد. شو السبب؟ هون للتوضيح، أولا بيطلع بموقف وزير الخارجية المصري بيقول فيه هناك حاجة لسوريا ببعض الأمور تتعلق بمستقبل هذا البلد وتتعلق بالقرار 2254. ما هو هذا القرار؟ هذا القرار أولا يدعم جنيف واحد اللي طالب فيه المعارضة السورية من سنوات، هذا يدعم هيئة انتقالية تستلم سوريا طوال 18 شهر وفيها معارضة، هذا يدعم دستور جديد، هذا يدعم انتخابات نزيهة وحرة بعد 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، وأنا أؤكد لك على الأقل نص السوريين سيقولون لا لبشار الأسد. بانتظار أي حل يجري في سوريا بغض النظر عن نتائج هذا الحل، لماذا لبنان يستدعي مناقص ومشاكل، يستدعي تعقيدات أكبر اليوم؟ هناك قرار بشكل واضح سلمان بهذا الموضوع، أنه كل اللي عم بيصير بقلب الساحة اللبنانية هو تفاصيل. أنه هناك مشكلة أيضا عند اللبنانيين يعتبرون أنه هني محركين العالم، بالوقت اللي نحن مش موجودين على الخريطة الدولية، وحتى فيني أقول لك العربية للأسف. يعني اليوم حتى بتشوف زيارة
المسؤول الأمريكي بومبيو إلى المنطقة، زار بده يزور كل هالدول الموضوعة 8 دول واستثنى منها لبنان ليجي ديفيد هيل آخر الأسبوع. موفد من حسب حجبنا موفد. فأولا على اللبنانيين يعرفوا أنه إحنا مش محركين العالم أبدا، ونحن يمكن نحن ارتداد وانعكاس لما يجري. نحن عم نحرك بالداخل، عم بالداخل نحن عم نضيع وقت ونلهي اللبنانيين ونغير بعقول الرأي العام عن حقيقة واضحة، هي أن هناك فيتو إيراني على الحكومة في لبنان لا شيء آخر. كل هالحديث 32 وزير وحكومة تكنوقراط ووزير سني بالزايد ولا وزير سني، كل ياته إلها فقط لا غير. شو السبب؟ اليوم أنت في عندك مسار بدأ مع إيران من انسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وانطلق بعدها إلى العقوبات الأمريكية، وانطلق إلى قانون مكافحة تمويل حزب الله، وانطلق إلى اتفاق ستوكهولم في اليمن، وانطلق إلى تسوية سياسية في سوريا. كان في إشارات إيجابية قيل وقتها أنه فلتنعكس بالداخل. لا، ما كان فيه. في إيران أول ما شعرت أنه هناك تغيرات استدعى الأمر أن تجمع أوراقها في المنطقة وتحديدا في لبنان. ليش في لبنان؟ لأنه في العراق هي تشارك الأمريكان، وفي سوريا هي تشارك الروس. أوكي. في لبنان تعتبر أنه هي تحتل لبنان عبر القوة الأكبر، وصناعتها الأهم في لبنان هو حزب الله. كلام ولكن رائب وزير الخارجية الأمريكي، أنا بدي أقول لك كلام وزير الخارجية الأمريكي وين بينصرف؟ يعني سمعنا كثير تصريح من هالنوع. حاطت أربع إشارات يعني إذا بنسمع مواقف إيران تعتقد أنها تملك لبنان ولكنها مخطئة. سنعمل على تخفيض التهديد الذي تمثله الترسانة الصاروخية لحزب الله. هناك مؤشر في ضغوط كتير كبيرة واضحة على حزب الله لتقليم أظافره، إخراجه من سوريا، لأنه حتى عودة العربية مراهنة هي على إخراج إيران أو إبعاد الأسد عن إيران، علما هذا وهم يعني أنه نبعد الأسد عن إيران، ولكن مواجهة إيران بشكل واضح. هناك ترند عالمي بهذا الموضوع، وامبارح بيطلع بومبيو من القاهرة ليوصل ينقل الرسائل بموضوع حزب الله، بيتزامن مع تصريح اللي سبقه تبع وزير الخارجية المصري بخصوص سوريا. إذن هناك قرار واضح بمواجهة حزب الله. نحن ندرك تماما دونالد ترامب رجل مواجهة اقتصادية، ولبنان اليوم يعيش حصارا اقتصاديا. إذا لم تتشكل الحكومة وننطلق إلى مشروع الإنقاذ الوحيد اللي وضعه الرئيس سعد الحريري، لبنان بمشكلة جدا كبيرة ما شهد حتى تاريخه لا القديم ولا الحديث. في كلام كبير ومعلومات يتم التداول فيها عن الانهيار اللي واصلون له، عن لبنان سيسقط في مكان آخر، علما أنه المعنيين المسؤولين من حاكم مصرف لبنان لا كافة الخبراء الاقتصاديين ما بيقولوا هذا الكلام. في جو شائعات بالبلد. كان طبعا بالمرحله اللي بيكون فيها غياب للدوله، غياب لحكومه فاعله، غياب للقرارات، لا شك بتطلع كتير تقرير صغير ممكن يهز الساحه السياسيه او ساحه اقتصاديه. كلام الوزير علي حسن خليل عن القيام باصلاح مالي. نعم. اعتبر بمكان اخر هيكلي، كان بالمصطلح بين هيكلي وجدولي، ولكن هو وضح كتير بالشكل العام. انت اليوم في عندك نسبة بطالة 32-35%، عندك نسبة نمو لا تتجاوز 1%، عندك نسبة دين 80 مليار، ما في، عندك وضع بلد اساسا معطل من كل النواحي، تحتاج الى حكومة. الحل الوحيد، وانا اخشى ان يأتي موعد يقول فيه الفرنسي اعطينا الفرصة للاصلاح ولمشروع سادر، ولكن انتو ما كان عندكم الوقت لتنشئوا حكومة، لأنه هذه المرة الشرط الوحيد كان ما في شيء كاش، منع للفساد، ما في شيء كاش، في إصلاح وفي نحن مننفذ لكم، وهذا مشروع وضعه الرئيس الحريري بشكل واضح لإنقاذ هذا البلد. أخشى أن يأتي الوقت ربما في آذار أو بعد لحد هلأ بإطار التحذير ليقولوا أنه هيدي مصاري نحن منفضل نخدها على بلدان تاني عندها مساعدات. لنختم موضوع القمة العربية، الجامعة العربية إذا دعت ليبيا وما دعت سوريا ولبنان صار جاهز لعقد القمة. كلام اليوم بالصحف سواء باللواء وغيرها وحتى بالأخبار من تداعيات خلاف القائم في حال انعقاد هذه القمة على خلاف، هو مثل عم قلنا في كأنه هناك محاولة
لتشويه ايضا يعني موقع رئاسه الجمهوريه واضعافها بفتره ما قبل القمه الاقتصاديه، وهذا خاطئ بالتوقيت. يعني اليوم نحن ما بدنا نفوت بنزاع صلاحيات بين الرئاستان، ولكن بيروت تحتاج ايضا الى انعقاد هذه القمه، علما انه هناك وضع مؤسف انه غياب حكومي، ولكن بكل الاحوال يجب ان نثبت نحن للعرب انه هذا لبنان، لبنان المستقر قادر على استقبال الحاليه برئيس جمهوريته بمؤسساته الاعمال يستقبل القمة الاقتصادية. وهون ما بيختلف يمكن محاولة وقرار تعطيل القمة الاقتصادية لا يختلف عن قرار تعطيل الحكومة في لبنان، مرتبط أنه يجب إبقاء هذا الوضع مثل ما هو في لبنان لننتظر ونشوف نحن كيف التعاطي بده يكون مع سوريا. ما كل العالم بده حكومة امبارح قبل اليوم، ما حدا قال ما بدنا حكومة من كل الأفريقيا. بدك تشوف حزب الله، حزب الله اليوم الرئيس الحريري أول من دعا لتشكيل حكومة هو حزب الله. الرئيس الحريري جاهز، عنده صيغة جاهزة، يحتاج ثلاث أسماء فقط من حزب الله، تفضل يقدمها وبس. إذا بده حكومة، إذا بده حكومة يفضل يقدمها. نعم. أما باقي كل الحكي هذا موضوع وزير سني أو غيره، هي مجرد أرنب طلعه والكل صار شاهد على موضوع، وحتى صرنا نحكي بموضوع علوي، وحتى توقعنا أنه بده ينحط فيتو على بعض الأسماء والحقائب. كل هيدي قرار من إيران لحزب الله نفذ بهذا الموضوع. بعدين هون في موضوع جدا يجب لفت النظر له. يوم حزب الله بالوقت اللي بلشت تنتهي المرحلة العسكرية في سوريا ورايحين على مرحلة سياسية وحل سياسي أهم طبعا برئيس منتزع الصلاحيات ومجرد واجهة بلا سيادة ودمية للروس، حزب الله بده الفاتورة. يعني اليوم أنت حزب الله قدام العالم كشريك، هو يعتبر نفسه طبعا جيش إقليمي تابع لإيران، وإيران أيضا بده الفاتورة. يعني أنا جيت شاركت بموضوع سوريا وأبقيت وساهمت بإبقاء النظام، علما أن الروس هن الأساس، ولكن بدي الفاتورة بهذا الموضوع. شو الفاتورة؟ أنا حخرب لك كل الأماكن المتواجدة فيها وعليك أن ترد الفاتورة. موضوع اتفاق النووي، واليوم حزب الله بده يرد الفاتورة. اليوم في عنده جمهور، شايف في عندك 4500 قتيل في سوريا، بس شو بدهم يعطيه بقى؟ التخريب يصيب حزب الله مثل يصيب باقي الأفريقيا. التخريب ليش يصيب؟ بالعكس، هلا اليوم انت اذا وضع الاقتصادي مدمر، الاقتصاد منيح، الحكومه فاعله، هذا يطال كل الجماهير. حزب الله قال بشكل واضح انا تمويلي من ايران، منه بحاجه لاقتصاد لبنان، هو قال بلسانه. بس عارفين الامور كيف صايره بايران وغيرها. هيدا ولو ما هو ايران، شو سبب اساسا الجوع والناس اللي نايمه بقلب القبور؟ مش بسبب تمويل الازرع العسكريه لا 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 ايران. عقوبات طويله عريضه، العقوبات بدات اليوم من جديد، ولكن هي من قبل. انت بدل ما تعزز وضع دولتك عم تجي تدفع الاموال لحزب الله مشان يخرب في لبنان، عم تدفع الاموال للحوثيين مشان يخربوا في اليمن، عم تدفع من اجل شبكات في البحرين او في الكويت او لاستهداف الرياض. كل هذه امتداد الأزرع الإيرانية بأيديولوجية عقائدية، بالوقت اللي الدول العربية عم تجي تقول بدي سلام. شوف اليمن شو عم بيصير فيه اليوم. لما إجا التحالف العربي، وأنا أؤكد أنه لولا الأمم المتحدة لكان استطاع التحالف العربي إنهاء موضوع الحديدي بظرف أيام، ولكن الحل بالنسبة للتحالف العربي هو ما كان العسكري، اتفاق. هو نحن نريد السلام صوتا نتفق، واتفاق ستوكهولم هو جدا مهم بهذا الموضوع. رح تابع معك لأنه قطعنا كثير الوقت بشأن الداخل أيضا، لأنه تداخلت الأمور الحكومية بموضوع الأزمة والكلام عن القمة. بعد التوقف مع هذا الاستراحة ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الكاتب الصحفي في جريدة النهار الأستاذ محمد نمر بموضوع القمة العربية. في كلام للوزير وليد جنبلاط يلي تحت عنوان بالجمهورية اليوم إننا نتقهقر إلى الوراء، عم يحكي على الشأن الداخلي والكل عم بصير والجانب الحكومي، ولكن بموضوع القمة إذا قررت ما يعرف بالجامعة العربية، يقول جنبلاط استعادة سوريا لصفوفها وبالتالي دعوتها لحضور القمة الاقتصادية، لبنان لا يستطيع سوى يكون جزءا من هذا القرار. صحيح. طيب هذا بهذا الموضوع اسمح لي اذكر نقطتين. نحن في موقفين دائما بيكونوا محطوطين. موقف هو فئة من اللبنانية اللي هي اصطفت مع المعارضة او تحديدا مع الشعب السوري اللي تعرض
للبراميل المتفجرة والشبكة السورية طلعت رقم مخيف من عام 2015 ل 2018 26,500 برميل قصفهم النظام السوري في سوريا على رؤوس السوريين. كان هلا برميل او صواريخ هذه حرب الجولان بكل الحروب. لا بس مش بهالطريقه حرب. كان استعاد فيها الجولان وكان استعاد فيها اراضي محتله بس بكل المطاف. هناك موقف اخلاقي يقول انه هذا الرجل ارتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق شعبه، شرد الملايين، دمر آلاف البيوت، دمر سوريا، وبالتالي لا يجوز عودته إلى سوريا. الجامعة العربية الآن لا تريد عودة سوريا للجامعة العربية. اليوم بعد ما في قرار بالجامعة العربية هناك نحن يجب التعاطي بهذا الملف. عم نحكي بعدنا بالناحية الأخلاقية مثل ما قالوا العرب لا سلام مع إسرائيل إلا باسترداد حقوق الفلسطينيين أوكي. وبالتالي لا عودة للأسد أو النظام السوري من دون استرداد حقوق السوريين. لكن خلينا نحن نكون خلينا نكون بالسياسة ونحكي بطريقة موضوعية من ناحية وطنية. نعم سوريا هي دولة جارة، وأنا أقول سوريا، وهناك فرق بين سوريا والنظام السوري. هناك شعب سوري وهناك دولة سورية. نحتاج من مين عنده مشكلة مع علاقات مع سوريا؟ نحن من ركدنا أساسا سابقا إلى علاقات من دولة إلى دولة بعد الوصاية وعملنا سفارة. نحن من بال2008 طالبنا بسفارة أوكي. سورية وعلاقة سيادية من دولة إلى دولة. ولكن شو كان الرد من سوريا؟ تفجيرات، إرهاب، قتل ناس بطرابلس. بعدنا لهلأ عنا أزمات بالحدود. إذن اليوم أنا كدولة لبنانية، كدولة سيدة أمام الناس، بدي أجي أقول أنا أساساً عندي سفارة في سوريا. يعني كل العرب فلنفترض عم بيروحوا على سوريا، طيب أنا أساساً عندي سفارة بسوريا. ولكن في حال بدي أنا فعل أكثر هيدي العلاقات، هناك أمور، هناك شروط. أنا سيادتي وبإطار عندي عربي. 55 قتيل شهيد عفواً بطرابلس، عندي شخص اسمه مشال سماحة ومذكرة توقيف بحق علي المملوك، عندي قضية ترسيم الحدود، عندي قضية اللاجئين السوريين في لبنان، عندي قضايا كتير، حل المجلس الأعلى اللبناني السوري اللي ما قاله عازي. أو كلهم بدي يبحثوا قبل القمة العربية. مش القمة العربية، هيدي تحديدا بالعلاقات مع مرحلة لبنان. مفصلية ما في مرحلة. نحن إذا رجع هو على جامعة عربية أقول لك نحن أساسا عنا سفير، فلتبقى الأمور على ما هي عليه، فلتبقى العلاقات. ما نحن موجودين، هاي السفير موجود، وأساسا كانت العلاقات التجارية مستمرة قبل 2011. يعني الباصة الشاحنات اللي كانوا عم بيقولوا أنه يتزرعوا فيها، يزعموا أنه لازم نحن بده يفتح معبر نصيب وما أعرف شو، ما كانت قبل 11 تمرق وكنا بخلاف مع النظام. كل هذا الجدل والخلاف القائم يؤثر على الحضور، مستوى الحضور برأيك؟ وفي كلام اليوم على مستوى الحضور، في خوف أنه ما تكون القمة على مستوى الأمال، الحضور العربي ودعم لبنان وحتى له علاقة بالاقتصاد وموضوع صدر، يعني كل العناوين الكبيرة وين بتصير؟ لا شك بأنه غياب الحكومة عامل مؤثر جدا طبعا. ونرجع منقول طالما القرار بالتعطيل إيراني، إذا هناك قرار إيراني أيضا بأنه تكون القمة الاقتصادية هزيلة. ولكن اليوم هناك من يساهم أيضا بتشويه وضع لبنان قبل القمة الاقتصادية وإظهار الخلافات مع الرئاسة الأولى وحتى خلافات مع الرئاسة الثالثة. هناك واضح هذا الشيء. حتى اليوم نحن حسب معلوماتنا في 7 رؤساء جايين، ربما لساعات مش لأكثر، وهناك وفود دبلوماسية على مستوى وزارة بدهم يحضروا، وهناك دول بعد ما ردت. ولكن بكل الأحوال هذا لبنان لما يجي يظهر هالمشاكل هيدي ويظهر انه عدم الاستقرار وعدم وجود التكاتف على بالوقت اللي نحن عم نجي نقول انه العرب وضع الاقتصادي سيء. يعني انت اليوم جاي عم تستضيف قمة اقتصادية بوضعك اقتصادي سيء، وهذا إيجابي. وتحتاج الى العرب لتقول لهم في هناك استقرار في لبنان وهناك دولة. نجي نحن بنعمل خلاف مع رئيس الجمهورية والدول العربية ما نساهم بمؤتمر ساهم. بعدين ليش نحن ما نزيد؟ نحن بدنا نجي نأجل القمة الاقتصادية في لبنان. برجع بقول لك الإيجو اللبناني عنده مشكلة، يحسب أنه هو قادر يغير العالم. لا قرار لنا بموضوع الجامعة العربية، نحن عضو مشارك يبدي رأيه. وقال أساسا الوزير الخارجي المصري ما عندي علم أنه سوريا بدها تشارك.
في كلام اليوم انه ليه في انفعال عنا بالداخل وهذا مش عم ينعكس انفعال كله مين راكد انه مش عم ينعكس يعني حتى السوريين ما عم بيطالبوا لهالدرجه الحضور ما هو قال مره الرئيس الحريري هناك مين راكد على سوريا قبل اللاجئين حتى قبل اهالي البلد يعني وهذا شيء بزعل انه اليوم انت جاي تعطي كروت لنظام انتهى انقضى عليه نظام دفع لسوريا لعدم السياده نظام دمر سوريا وين رايح يعني هني حاسبين انه راجع سوريا إلى لبنان والنظام السوري إلى لبنان وهذا مستحيل ولن تعود أيام الوصاية إلى لبنان لأنه سنعود مجددا إلى الشارع بس لنتابع المواضيع اللي طرحناها موضوع الاعتداءات الإسرائيلية واجتماع المجلس الأعلى للدفاع امبارح بقصر بعبدة خلينا نشوف كليب باختصار أهم المقررات اعتبر المجلس الأعلى للدفاع أن ما يحصل هو اعتداء على الأراضي اللبنانية وهو بمثابة خرق واضح للمادة الخامسة من القرار الصادر عن مجلس الأمن الرقم 1701 وبالتالي تقرر الآتي أولا تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ثانيا تكثيف الاتصالات الدولية لشرح موقف لبنان من هذا التعدي الإسرائيلي ثالثا طلب اجتماع طارئ للجنة الثلاثية لبحث المستجدات رابعا إعطاء التوجيهات اللازمة لقيادة الجيش لكيفية التصدي لهذا التعدي خامسا تأكيد لبنان على تمسكه بكل شبر من أرضه ومياهه واستعداده الدائم لاستكمال مسار التفاوض لحل النزاعات الحدودية القائمة بعض المقررات وبالشرق اليوم العنوان الأعلى للدفاع أعطى الغطاء السياسي للجيش للتصرف ضد الخروقات الإسرائيلية يبدو هناك شيء جديد غير موضوع الأنفاق يعني هذا التطور الأخير موضوع الخط الأزرق وبالتالي يستدعي لبنان تحرك يمكن تأخر شوي باتجاه المتحدة مجلس خليني أعلق على المشهد مشهد جدا مهم ورائع أنه اليوم دولة لبنانية تجتمع بطل شخصية عسكرية رسمية بتوضح وبهونك توافق على هذا الموضوع وبالجيش اللبناني اللي كلنا بنلتف عليه مش جهات أخرى بتجي تدافع عن لبنان عنا جيش واليوم طلع وعم بيحكي أنا عندي القرار السياسي بأني رد على أي تصعيد بعيد عن موضوع الأنفاق هو في أعمال هندسية عم بتقوم فيها إسرائيل في منطقة مفترض هناك تحفظ عليها في تقريبا 6 أو 9 عم بيحاولوا يبنوا أعمدة يعني حطوا الأساس سبعون وهناك تدارك لبناني بهذا الموضوع كلها طبعا بموضوع الأنفاق لا شك أنه هي الأنفاق ضمن الترند اللي هو الضغط على حزب الله وهون تساؤلات كتير أنه هل يحصل حرب في لبنان لا شك أنه في نظرية بتقول نعم في حال عاد حزب الله إلى لبنان لن يترك إسرائيل حزب الله أن يعود إلى لبنان منتصرا أو يعود قويا ولكن هناك أيضا نظرية بتقول أنه طالما عندنا قوات يونيفل اللي هن حاميين هذه المنطقة لا يمكن حدوث الحرب وطالما هناك أيضا لاجئين سوريين في لبنان اللي ممكن ينتقلوا لا تريد الحرب في هالمرحلة وأيضا عندنا طبعا قيل هالكلام الوضع الوجود المسيحي في لبنان هذا كله قرارات تؤجل حرب بالمعنى الفعلي ولكن طبعا موقف بومبيو بيصير الاستغراب وعليه علامات جدا سؤال كيف سيتم تخفيف أو ضرب المخازن أو حجم الترسانة الصاروخية لحزب الله تقديم شكوى والتحرك باتجاه الأمم المتحدة الوزير باسيل بدأ هذا الموضوع وبالتالي يعني الموقف اللبناني المؤثر يمكن أقل من الضغط الإسرائيلي القائم مجلس الأمن وغيره من, 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 من الدول ولكن على الأقل هناك موقف لبناني موحد هناك تحرك تحرك في هذا الموضوع نعم نتمنى بكل موقف يصير هيك وليس فقط بموضوع الحدود في لبنان أيضا بالموضوع الداخلي اللبناني وكل من يستهدف هيبة الدولة نتمنى من الدولة هي تطلع وتدافع عن حالها نعم بموضوع العواصف اللي بدأنا فيها وفتنا بكتير عواصف نحن وياك اليوم ولكن مش عاصفية المنخفضات الجوية الأمطار الثلوج السيول التي حصلت رح نتابع نحن وياك مقطع ما قاله الوزير نهاد المشنوق بعد الاجتماع الوزاري الإداري برئاسة الرئيس الحريري استنفار هيئة الكوارث وهذه هيئة موجودة برئاسة الوزراء ومتصلة بكل المحافظات
هذا الأمر سيتم تفعيله والتنسيق يكون ساعة بساعة، بحيث أنه غرف العمليات بكل المحافظات مع الغرفة المركزية برئاسة الوزراء يكونوا عم يشتغلوا على كل دقيقة وكل ساعة لمتابعة التطورات اللي عم بتصير والتخفيف من خطرها ومن مشاكلها. كلام الوزير المشنوق بعد هذا الاجتماع الموسع يلي وصف بأنه مني مجلس وزراء، ولكن كان في كلام أنه بكوارث طبيعية ما بيستدعى اجتماع، حصل هذا الاجتماع لأنه بعد في عنا يعني محطة. هذا تأكيد على أنه عملية تصريف الأعمال أولا تتم بشكل صحيح، وأن الضرورات التي تحتاج إلى تصريف أعمال تفعل. بطريقة تفعل ولو بالإطار المصغر هيدا، وربما حتى نحكى بموضوع الموازنة وغيره، وأبدت مصادر أن الرئيس الجمهوري غير موافق على الموضوع، أنه يجب التركيز على الحكومة وتشكيل الحكومة. الرئيس الحريري بدردشة قال أنه عم نبحث الموضوع وكل شيء ممكن. نعم، ولكن رئيس الجمهورية يعني رئيس رئيس في توجه الجمهورية أنه نعم رئيس الحكومة سعد الحريري هو بالنهاية عم يصرف أعمال بالشكل المناسب، وهو رئيس مكلف بتشكيل الحكومة. ولكن إذا هني طبعا يعني أنا رأيي الشخصي، إذا هني بدهم يعطلوا البلد الرئيس الحريري ربما ما بعرف إذا بيروح على يصرف أعماله على مهلكم. هذه كمان ربما من الرسائل، يعني نحن عم نشوف في حال احتاج لبنان إلى جلسة هو سيكون موجود وسيكون حاضر بهذا الموضوع، مش لح يسمح يعني بموضوع انه لا حكومة فيعني خراب البلد. اليوم عنا عواصف ادت لكوارث بالفعل اكيد كوارث، كشفت بنى تحتية وكشفت كثير من الامور، كشفت الهشاشة للاعمال الرئيس الحريري اظهر ان هناك دولة وحكومة مسؤولة رغم انها تصرف الاعمال مثل المجلس الاعلى للدفاع. اكيد مش كاملة المواصفات ولكن هذا الموضوع، ولكن تلبي الحاجات حاليا. نعم، رح نتابع معك استاذ نمر القسم الاخير من كلام بيروت، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الاخير من كلام بيروت مع الكاتب الصحفي في جريده النهار الاستاذ محمد نمر. حكينا كثير عن الحكومة، ولكن بعد الوزير المشنوق بما انه كنا عم نسمع له الكليب بأكد انه العمق لموضوع عرقلة تشكيل الحكومة له عمق موضوع رئاسة الجمهورية، عدت كثير اسباب ولكن هذا الموضوع لا شك انه معركة رئاسة الجمهورية هي واضحة كانت من قبل يعني انتخاب الرئيس ميشيل عون رئيسا وما بعد. هناك صراع واضح بين المسيحيين على موضوع رئاسة الجمهورية وتحديدا بعد 4 سنين. لا هي اليوم لأنه منطلق العهد الانطلاق المطلوب الوزير جبران بشيلة الحدا بعرق الحاله، لا شك بهذا الشيء وأنا أتوافق مع هذا الموضوع ببعض المطارح، ولكن هناك حكومة هي في نهاية المطاف ستشرف على انتخابات جديدة وهي ستكون خدماتية لموضوع الانتخابات، وهي كل هذه الحكومة هي اللي بتعزز أي معركة رئاسية عم تنخاض. ولكن طبعا موضوع الحكومة بهم الفت موضوع اللقاء التشاوري بهذه خصوصا مواقف النائب فيصل كرامي. امبارح كان عندهم اجتماع صحيح ورجعوا لانه نحن بدنا ممثل من هالثلاثة، ولكن من فترة كان في موقف للنائب فيصل كرامي بيقول فيه كمان انه نحن لا بدنا حقيبي وانه نحن بدنا شخص منا. في ضياع وعدم تركيز بهذا مش الشيء. مش ضياع لانه راحت المبادره الاخيره بموضوع يكون منحصره رئيس الجمهوريه او تابع ملتزم بقرار التشاور، رجعنا لان عم بقول نحن ايجابيين ولكن في حال ما مش الحال لا هن سلبيين، هن ما في شيء ايجابيين، هن اساسا اوجدوا من اجل السلبيه تجاه لبنان، ما موجودوا من اجل كان موجود أي ايجابيه، هن مجرد اداه. ولكن اليوم بيستوقفني امبارح موقف اللقاء التشاور اللي هو بيشدد عليه النائب فيصل كرامي اللي هو ابن طرابلس، عودة سوريا الى لبنان بدهم كمان ابن طرابلس 55 شهيد عندك بقلب منطقتك، كل الافرقاء عندهم حلفاء ولو مش موضوع حلفاء، بس انت اليوم في موضوع اخلاقي وانساني بطرابلس اللي هي منطقتك. على الاقل على الاقل بالبيان تطالب باقي النواب سنة حزب الله بأنه على الأقل يطالبوا بالعدالة بموضوع 55 شهيد بتفجيري التقوى والسلام،
على الأقل رغم أنه أنا الدعوي السورية. بعدين فليتذكر النائب فيصل كرامي بالعام 2015 عندما أطل والده الراحل عمر كرامي وقال رثاني السيد حسن نصر الله، قال لما كان عفواً بال2011 بعد الانقلاب على حكومة الرئيس الحريري والاتجاه من أجل حكومة أخرى من حكومة الرئيس ميقاتي، كان على أساس الاسم هو الطرح مين؟ الرئيس عمر كرامي. نعم. واستقبلوا السيد حسن ورجع طلع بخطاب وقال أنه هو كبير بالسن وما بعرف والآخرية تبريرات، وطلع وقال ساعتها عمر كرامي رساني السيد حسن وأنني لست مريضا. فتذكر كيف تعاطى حزب الله مع الوالد. استاذ طون عيسى عم بيقول بالجمهورية أنه مش واضح بالأفق المدى المنظور في حكومة، الأزمة مستمرة. صح، نحن اليوم بدنا ننتظر الوضع الإقليمي بشكل واضح. واضح هذا الموضوع الداخل والتشاوري والسني كله ما له عازي. يعني هلا في قرار ما في شيء قبل القمة، ما في، ما بعتقد في شيء بالوقت الحالي. أوكي. في ازمه مفتوحه واضحه، ايران تريد الثمن، عندما ترى انه الثمن وصل لها ربما تعطي القرار بتشكيل، تاخذه من روسيا، تاخذه من الولايات المتحده، تاخذه من اي مكان. هي ما تقوم به انه انا حخرب لك كل الاماكن اللي موجود فيها من اجل انه تعطيني الثمن، ومن ضمنها لبنان. هذا كل اللبنانيين علون يعرفوا هذه الحقيقة. لبنان متروك؟ لبنان يوقف حده؟ نحن مثل ما قلنا نعم، مش يوقف مش حده؟ هو لازم يوقف حد حاله، ما بدها الآن. أول شيء يوقف بدها روح سلم ثلاث وزراء وتتشكل حكومة، منروح على إصلاحات ومنعمل إنقاذ مشروع صادر. نحن يا أما بلد عنده سيادة يا أما بلد ما في دولة ببساطة. وهذا ما يبدو يريد حزب الله، بلد من دون دولة، وهو يتمول من إيران. شو فرقاني معه معيشة الناس والناس اللي عم تنزل بالشارع؟ وأنا أخشى بهذا الموضوع، أخشى أنه إذا طالت الأزمة موضوع الشارع، موضوع الشارع خطر، من هون خطر من هون جدا من هون. أوكي، بس عم يطالبوا بدهم حكومة واحتجاج على تردي وضع اقتصادي معيشة. لا، هي دائما المشكلة عنا بالمجتمعات العربية أنه لما ينزلوا الناس على الأرض بينزلوا أول شيء المجموعة الصحيحة، بعدين بتركب موجة أخرى تستغل وبتغتنم الفرصة. أول شيء مجموعة صحيحة لأنه العالم عن لا شك طبعا أزمة، كلنا عنا أزمة اقتصادية وضائقة، الناس عم تصرخ وضع بطالة وما في، ما في اقتصاد وما في عمل وما فيها السياحة المطلوبة، ولكن في فئة دائما تستغل هذه الموجة لتحقيق مآرب سياسية وربما التلاعب بالشارع. وشفنا مقالة بإحدى الصحف اللي تابعة لحزب الله يدعو فيها بآخرها إلى العنف لمواجهة الطبقة السياسية، وهذا خطير جدا. بموضوع الموازنة، يعني مبدئيا في حال بقيت الأمور هيك وكلام الرئيس الحريري ممكن بالآخر بدنا موازنة في حال ما تشكلت الحكومة. هو موضوع دستوري هيدا، ويمكن تسيير شؤون الدولة إذا كان هناك ضرورة يعني بهذا الموضوع. ما بيمنع حصل، وهو قال قيد التشاور لم يعني ما قطع الطريق بهذا الموضوع. نعم، البطريرك الراعي عم يرفع صوت مرة ورا الثانية، وكان في كلام لدعوة للقادة المسيحيين للاجتماع للخروج من هذه الأزمة. نعم، بعد في شوف في طبعا نحن واحد بيسمن كل جهود عم تنقام بالبلد وتحديدا من البطرك الراعي. نعم. اللي هو عنده أيضا جهود بهذا الموضوع وتحديدا بكل ملفات السياسية في لبنان، ولكن أولا موضوع الحكومة هو ليس موضوعا مسيحيا. موضوع الحكومة في له رئيس مكلف، هو رئيس ضمن الأعراف والداستير، هو الرئيس الحريري، لا شك بذلك. هذا أولا. ثانيا، هناك حديث عن حكومة تكنوقراط. طبعا نحن هيدي أحلامنا أنه يكون عندنا حكومة تكنوقراط، ولكن اليوم بوزارات فيها محاصصات طائفية وكل موظف تابع لجهة سياسية معينة وطائفة معينة، كيف بدك تجي تحط له وزير تكنوقراط؟ هذا حتى الآلية فيها خطأ، وحكومة تكنوقراط لا يمكن أن تأخذ القرارات الكبيرة والمهمة بالبلد، فدايما حتكون معلقة ومعطلة. وحتى في طرح عن حكومة 32 وزير، وهذا حكومة لتغيير النظام. لا ننسى أنه حزب الله بالفترة هذه يحاول أن يغير النظام باستهداف اتفاق الطائف والدفع إلى مؤتمر تأسيسي. 32 وزير، نحن نتذكر نحن النظام قائم على فصل السلطات. 32 وزير، نحن عم ندفع لأعراف جديدة بالمستقبل، عم بيطالبوا ب 32 وزير، عم ندفع ليكون نظامنا نظام مجلسي ليس فصل السلطات، تغيب الرقابة بهذا الموضوع. فبرأيي موضوع 32 وزير محسوم، قالوا عازي تم رفضوا هالموضوع، و30 وزير 36. نعم. كمان نعم، هي 30 وزير هي لتمثيل الجميع، وحده وطنيه كافيه لهذا الموضوع. صغيرة مش حكومه صحيح،
ولكن يعني كان مفضل عند الرئيس الحريري 30 وزير لتمثيل الجميع بهالوضع اللي هي حكومة وحدة وطنية لما يكون في مشاكل كبرى تمثل أكبر عدد، بس مش 32 بعد 4 سنين بيقول لك عملنا 32 بدنا 34 نمثل العلوي ما بعرف مين بدنا نمثل، يعني كلياتها هيدي لعبة ما بوثق فيها بالساحة السياسية في وضع إقليمي، وحزب الله اليوم طرف هو عم بيجسد أجندة إيرانية للتعطيل بلبنان. حاليا الأمور باقي هيك إلى حين إذا بدنا نقول شيء ما يطر وقد يحصل، يعني ربما يحصل غدا يحصل ربما يحصل بعد أسبوع، ولكن إلى اليوم لا مؤشرات لتشكيل الحكومة تابع الوضع الإقليمي وتحديدا الوضع الإيراني وكل المسار اللي عم يصير وتحديدا بسوريا، وناطرين إصلاح المزيد من الاستنزاف واليوم السؤال من هدفه أن يتم استنزاف لبنان. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ محمد نمر الصحافي في جريدة النهار. الشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.